بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المباراة دليل على ظلم كلاش رويال وسخط اللعبة. هيجا سفاح وقات يفوز على خصوم ماكس، لكن هذا الخصم والله نوعية بطاقاته هنا مفروض كرة نار، ما فيها جدال، مفروض كرة نار يا ولد. اوكي حلو، من الأول مفروض كرة نار. يلا قوس 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 قوس، يا سلام عليك يا سلام عليك. الله عليك الله عليك الله عليك، حلوة والله. ماش 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 ماش، واحد بطايق وماكس. للأسف ايه. هو ايضا مسكين عصام راح بواحد ماكس ايضا. والله مشكلة والله مشكلة والله بلشة والله بلشة والله بلشة من جد. الحمد لله الواحد عدى وصل 5300. انا بالنسبة لي انجاز ما شاء الله. عصام 5300 شكله بيخسر الان، بشوف بعد شوي كم كؤوسه تصير. اوكي اوكي اوكي، شوف كل شوي مقبرة، يعني ام الحالة مقبرة بدون فالكري والله تعاني كثير. لا فالكري ولا سم. الخصم جدا صعب جدا صعب، جايبين له هالاصناف مرة صعبين. يا ساتر، هذا بلشة والله. ذا ما هو الخصم، ما هو البطاقة اللي ودك تقابلها لما تلعب قوس، لأنه زي ما شفتوا حتى ليفله أعلى من ليفل القوس. ف مرة ما هو وقته، والله ما هو وقته. ذا هنا المفروض ترمي كرة نار، المفروض كرة نار. حلو حلو، يا ساتر. وضع بيض، وضع مرة صعب مرة صعب جدا صعب. حلو، الآن جهز جهز القوس، نجهز الاكسبو مرة ثانية. اكسبو يا ولد اكسبو. ليش اختار؟ شوف كيف الخصم هياكل
مرة صعب مرة صعب مرة صعب. أو حراس اسمهم، ليش أنا كذا ما أتكلم باللغة الصحيحة؟ أوكي، افتكينا من العملاق على الأقل. مرة 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 جيم صعب، تسلا كأنها بعيدة شوي. حلو حلو، العملاق راح لتسلا. هنا هياكل على المقبرة. هنا القوس دفاع لأنه حس إنه متورط بالمنطقة بالجهة اليسرى. كرة نار. لا 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 لا، كان المفروض قاتل رامي السهام بكرة النار ومفتك منها العلة. والله بلشة كثيرة قاعدين نشوف، ورطات كبيرة. قلت هذا الخصم. اوكي الفارس مع هياكل، الحمد لله انقذ الموقف. باقي بس العملاق نفتك منه. ايوه حلو، جذع روعة. ممتاز 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 ممتاز. كرة نار كرة نار كرة نار، نشوف كرة نار نشوف كرة نار يا ولد. حلو حلو حلو، ممتاز ممتاز ممتاز. روعة 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 كذا. لا 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 لا، جاء الزق هذا بالوقت الغلط. والله عاد مشكلة، والله مشكلة، والله مشكلة. نشبة نشبة هذا الخصم. اوكي القوس التالي. حلو حلو، هذا الباولر غثيث غثيث. صحيح انه ضربه ما هو مرة قوي لكنه غثيث. لا لا، باولر وعملاق. حلو، جاب القوس الثاني الان. لا 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 لا. يا الله يا الله، كانت تنجح الخطة بس القوس ضاع ضاع شوي. منه هياكل ومنه يضرب بالغيلان الجهة الثانية. حوسة والله عظيم صراحة، حوسة حوسة حوسة. خصم حاس الدنيا. ابدا ابدا، تشكيلة القوس يجيبون له خصوم يوقفونها. مرة 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 ما في أحد متصل، لذلك كيف نبدأ حرب والناس ما هي موجودة باللعبة أصلاً؟ أنا من ناحيتي أفضل بدون حرب على أننا نلعب حرب ونخسر بسبة الناس اللي ما تشارك يعني، وتخلي بضايقنا ضعيفة وأيضاً الناس اللي ما هي متحمسة حرب. هنا شوف السفاح السفاح، مع الأسف كان ودي التسجيل يكون انتصارات، لكن لعبة تقهر لعبة تقهر. ما أدري هل هو كؤوسه يعني أكثر بكثير من يا ساتر. جذع جذع يا ولد جذع. حلو حلو، ممتاز مبدئيا جدا ممتاز.
والله خصم مستفز صراحة، لا يوجد عند الخصم أي بطاقة هجومية. حلو حلو حلو، مشكلة خوينا ما يلعب لا ساحر ولا سياف. يا ساتر، شوف كيف، شوف كيف خصم غير طبيعي، والله خصم غير طبيعي، زي من خصم السفاح مرة غير طبيعيين. ما أدري هل البلا من تشكيلته ذي تجيب خصوم غير طبيعيين زي اللي قابلهم لما نلعب بيكا. هل الناس كذا يجيبونهم عشانك تلعب قوس يخلون الأمور صعبة عليك؟ ممكن جدا، ممكن جدا. لكن عموما القوس رهيب والله، شوف كيف يضرب مسافات، وتقدر يعني إذا كنت تلعب تشكيلة خفيفة، تشكيلة قوس خفيفة، الآن ممكن تجيب القوس الثاني تحطه كهجوم الآن. أوكي، خصم برابرة، نضرب كرة نار، ما في شك الآن شكلها كرة نار على ساحر الثلج. أوكي، شفت كيف تجهيز القوس الثاني؟ حلو حلو حلو، حتى لو لعب برابرة. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، جذع جذع جذع، برابرة برابرة برابرة، ممكن هيكلين، حبتين هيكل، روعة 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 روعة. ما أدري الخصم فصل النت أو والله ما أدري صراحة، روعة، حلو الجيم. نقلل الكؤوس، نشوف إذا كان في أحد بيجينا أو لا. نشوف المباراة الثانية للسفاح، صراحة تحمست بعد الفوز هذا، نشوف له مباراة أخرى. أعوذ بالله أعوذ بالله، كل خصومه ماكس وهو بطاقة بين 12 و11، يعني شيء ما أدري يعني كيف ممكن نفسره. يعني الحقيقة زيادة على إنه ليفلاته أقل، بطاقات تحس ما لها داعي، يعني زي روح الثلج هذا اللي نقز يسار ودعس ودرعم، يعني ما بدون أي فائدة يعني. ما تدري يعني، والله ما تعرف يعني. يا ساتر، شوف عندك الخصوم كيف متوحشين، وحوش وحوش وحوش، من جد وحوش، برابرة، مظلام، برق، من جد وحوش، جد وحوش. ما هو تحط لي ثلاث هياكل وما ادري ايش تحسبها، خلاص حياة حلوة. لا يا ولدي، يا الله يا صراحة، الآن مفروض جذع، مفروض جذع، ما فيها كلام، مفروض جذع بدون الفلفسات هذه. هنا تجهيز للقوس، شكله يجهز، فرصة يعني، فرصة لدام لعب البرابرة، والله فرصة تلعب القوس يا ولد، فرصة تلعب القوس يا عبد السميع. يلا 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 يا واو، ليش 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 راح هنا؟ ما نعرف. اوكي حلوين، الجذع ما له داعي، ترمي الجذع وانت عارف عنده هياكل. يا ساتر، والله ضاعت الطاسة، والله كذا ضاعت الطاسة. واو 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 واو، ما هذا يا هذا، ما هذا، من وين جا ذا؟ من وين جو ذولا؟ من وين جو ذولا؟ برق وامير يا ساتر يا ساتر، ومنين
يعني تشكيلة مرة خفيفة اللي يلعب فيها السفاح ضد تشكيلة نقدر نقول ثقيلة، يعني شكلها فوق بالراحة بالراحة، شكلها 4.5 ممكن 4.6 والله أتوقع، أتوقع ما أدري مو أكيد، شيء غير طبيعي، شيء غير طبيعي ولا شيء غير طبيعي. فارس 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 ممتاز ممتاز. شوف كيف الخصم شاف اللعب الجذع قال العب هياكل حلو، الساحر الثلجي هدي شغل رهيب 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 جدا صراحة. بالمواقف هذه الساحر الثلج أفضل بكثير من ساحر الكهرب. هنا حلو على الأقل، على الأقل متقدم 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 متقدم. أخ سفاح، سفاح من جد من جد من جد، أنت أنت مية مية سفاح كبير، هذا صفاحة كبيرة. نشوف الآن، نشوف سفاح كيف ينهي المباراة وينهي الجيم ويخطف انتصار. يا سادة يا شوتار، اوكي 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 برق مثلا، لا مو برق قصدي كرة نار على المجموعة هذولا. جذع جذع يا ولد، جذع يا ولد، يا ولد يا ولد يا ولد. حلو حلو، دافع بس دافع. انت انت بخص يعني هذولا اللي يلعبون القوس بالمواقف هذه يدافعون. لا 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 كذا ورطة كذا ورطة كذا ورطة، لا 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 لا، والله الأمير يربك، الأمير يربك جدا، أمير يربك 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 يربك. الواحد هنا فرصتك فرصتك فرصتك، يا ساتر على هالبرق. والله إنه صراحة نشبة، خصم نشبة بكل معنى الكلمة. الله على القوس، الله على القوس، الله على القوس، الله. بس كرات النار هذه لو كانت، لو كانت يسار كنا الآن. شوف كيف الخصم وصل، مرة يمين مرة يسار. الله 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 عليك، الله عليك، الله عليك يا سفاح. خصم مرة 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 وسخ، مرة خصم وسخ. والله كفو، والله كفو، والله كفو، والله كفو صراحة. بسم الله نشوف مباراة السفاح، شكله شكله اوكي. رد اخيرا، هي تصرف عجب غريب، لقيت ساكت بالاخير ما ادري لا يتكلم ولا شيء، بس يعبر بالإيموجيات. خبره كان بلبل، مشكلة التسلا حلو، موقف ممتاز من التسلا. هذا الخصم على الأقل يلعب، عنده بطايق هجومية يلعب، يعني مو يعتمد على الزقاقة وبرق يا ساتر يا ساتر. فارس الآن
اوكي حلو حلو حلو. مشكلة الساحر الثلج ماكس ما يفرق كثير. لا 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 ما يفرق كثير. الساحر الثلج ماكس ضد الفارس مثلا وضدها ما يفرق كثير. ممكن يفرق ضد المنيون ضد الهياكل. يا ساتر قلق قلق الحركة دي قلق جدا. فخصم لسه ما هو عارفين كيف نوصل. ما ادري ليش تلعب القوس كذا وانت خلاص يعني المفروض الخصم على الاقل قاعد يهجم قاعد يهجم. شجاع 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 وفنان وقاعد يهجم. شوف كيف كرة نار الآن. ممكن طبعا هذا الخصم أنا أحييه صراحة لأنه ما هو قاعد ينتظر. هنا فرصة فرصة فرصة. الخصم أعطاك فرصة. أوكي حلو 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 حلو. قوس بيربك الآن وبيربش بيربش جدا بيربش 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 بيربش. الآن سوف تندموا إنه نزل. والله الخصم حبوه بصراحة ما ودنا نضحك عليه يا أستاذ سفاحو. إنه الخصم صراحة جدا طيب أسلوبه أسلوب هجومي لا وأسلوب رهيب يعني. ما هو أوكي كرة نار ما هو اللي يقدر يغثك بتشكيلة غثيثة مثلا. لا لا هذا قاعد يهجم. اوكي فالكري فالكري ضد القوس. وقعت ما ينجح كثير هذا الاسلوب ضد القوس. لازم بيكا لازم عملاق حسب خبراتنا المتواضعة. اوكي نجح 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 بإيقاف هذه الهجمة من القوس. بالنسبة للخصم صراحة نجح رهيب بالدفاع لو انه خبص شوي. لكن ايش نسوي تشكيلته مرة بيضة احيانا. نقدر نقول حتى هو يهجم بالميني بيك ما ادري. اوقات يهجم اوقات يدافع. يمكن ضغط القوس خلاه يتوترز يتوترز توترز غير طبيعي. نشوف الان الفالكري طبعا امام القوس كالعادة يسعد. اوكي 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 بنشوف. شفت كيف يرمي اي بطاقة عشان القوس ما يضربش البرج. ف اوكي ابو قنبلة ممكن 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 كي من البيكا ما يتحمل هذا. ليش البيكا 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 عم البيكا معلم يا رجال. والله ما البيكا فنان والله ما البيكا سيارة. اوكي نشوف الان الخصم تورط. الخصم جدا رايح بخرايط امه الان جدا جدا متورط صراحة. شيء رهيب شيء رهيب شيء رهيب وفنان. تشكيلة قوس ضد خصم ماكس وتم الجلد. خصم محترم على الأقل جدا محترم. واو روعة 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 والله روعة فن. هيا الخصم شوي نوب تشكيلته شوي ما تساعد ضد القوس. هو زي الباولر اللي قبل شفناهم قبل يعني ما هو مرة تساعد ضد القوس. ما يتحملون لا الخنزير ولا من بيكا. تسلا وقوس أمامهم لذلك يعني أحد العوامل. Ha
وين ذا؟ ما هو عندي والله، ما ادري وين راح، ما ادري وين راح. اوكي اوكي فقرة استعراض الايموجي كالعادة، احيانا تأتينا هذه الفقرات. مع الأسف ما قد أخذت هذه الإيموجيات. اوكي بسم الله، نشوف تحدي ال 2 ضد 2، 2 ضد 2، 1 ضد 1 بالقبيلة. بسم الله، تشكيلة فيصل، ايضا تشكيلة قوس، عندنا الاخ شو اسمه ذا السفاح، لازم يتعلم من فيصل لانه فيصل اقوى لاعب اكسبو عندنا على ليفل. نشوف كيف بطايقة ذهبية، وعندنا واحد محترف بالهوك سايكل، فبنشوف الهوك سايكلز ضد الاكسبوز، الاكسبوز ضد الهوك سايكلز.
والله قاعد يستهبل بالحرجة. تحسبون أن هذه هي لهجة مقدم هذا البرنامج؟ أوكي تسلا تسلا أنت تسلا يا ولد تسلا. حلو ويجي خلص يا فايز. واو 2 تسلا تمسك الخنزير، ما في أمل يعدي، ما في أمل يطير. أوكي تسلا تسلا، والله مشكل كبير. حلو والله تسلا رائع إلى الآن صامدة، يعني من الجولة اللي قبل، من الهجمة اللي قبل موجودة. خلاص خلاص خلاص، ضبط الوضع الآن. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف؟ الآن مدفع، حلو حلو، تدارك الوضع وحط مدفع، مع إنه بعيد المدفع، مع إنه بعيد. لو حط المشكلة المدفع شكله ما يعدي الجسر، شكله كذا. حلها عملاق 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 عملاق. أولا الإكسبو تصير تبكي بالزاوية. هذه كانت تغطيتنا وفيديونا حاليا. نشوف مادام هجموا هذولا الأبطال، نشوف فيصل ضد أمان الله. أمان الله أمان الله ولا ضرب؟ أمان الله ولا نشوفك على خير. اوكي حلو حلو، رهيب العصار رهيب العصار، واستريح ستار. ممكن القوس ممكن القوس، عنده كلام. أيوة 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 أيوة. يا سلام يا سلام يا سلام، بداية ممتازة، بداية ممتازة، بداية كايفة، بداية كايفة. روعة 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 روعة. فارس أمام الخصم لعين، الخصم ما هو أمان الله، هذا خطر أخطر أكبر، هذا أكبر خطر بور. والله مشكل كبير، مشكل كبير يا أمان الله أنت. أوكي حلو حلو حلو، ما في أمان، هذا في نهر كله خربط. أوكي يا أمان الله قاعد اسمه أمان الله، تكتيكه كله يعتمد على القنابل. أجل وشلون لو كان، يا ساتر وشلون لو كان اسمه خطر، خطر دنيا زاده. هذا الآن نشوف، هذا الآن رهيب رهيب، استعمال القوس واستعمال الدفاعات الجذع مال أم داعي، لكن شكله تحريك تحريك. وهنا الآن بنشوف أوكي الإكسبو الجديد. يا ساتر يا ساتر على حركة الهيكل، هذا أحد الدفاعات ضد الأسبوع الناجحة، يا العملاق أو الهيكل. الآن حلو، ممكن أسبوع يضرب، ممكن 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 ممكن. مع الأسف مع الأسف مع الأسف، ما لحقنا.
حلو، ضربتين ثلاثة، شوف ضربة رهيبة الاكس بول، يدمج بقوة. وفي ساحرة بعد، يا ساتر والله موضوع مطول، موضوع والله مطول، ساحرة وغضب وشبح، والله موضوع حاسين فيك يا ولد، والله موضوع مطول صراحة، والله على كذا والله موضوع مطول. حلو حلو التسلة يا سلام عليك، يا سلام عليك، الله عليك الله عليك الله عليك. المفروض الآن اكس بوي يا ولد، شكله خلاص بيقتنع بالنتيجة ويدافع. اي والله اي والله، انا عارف عارف، حافظهم وعاجنهم لاعبين اكس بوي لعبتي ذولا، والله صراحة ما هو لعبتي الا لما العب العملاق الملكي، اقف العملاق الملكي ينشب لهم نشبة، ينشب اللي جابهم صراحة. كل لو لعب صار مثلا وساحر ثلج ما ادري. اوكي الان حرام عليك حرام عليك حرام عليك، كرات النار هذه ممكن تستفيد منها في نهاية الجيمز. الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك، والله كفو والله كفو والله كفو والله كفو، أمان الله. والله روعة 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 روعة. الشباب إذا يبون في عندهم مساعدين ممكن يسألونهم عن الحرب. أنا بالنسبة لي والله ما أتوقع، ودي ما أتوقع أضيق صدورهم كذا. نشوف تشكيلة فيصل ضد خصم ثاني أو لا لا، هنا هنا أخذ جيم، هنا أخذ جيم، ولو أنه البيكا لعبت بدري القوس لا يوجد من يصده، البيكا لعبت بدري وشكله خوي، أنا ما أدري ليش أسميه البيكا خوينا، لأنه أنا أتعاطف مع البيكا دائما. شوف كيف شوف كيف شوف كيف شوف كيف شوف كيف ساتر. اوكي اوكي الليل. نجح الاثنين نجح الاثنين، ولو انه الاكس بو اوه كذا كملت كذا كملت، بيكا وتجميد وخنزير، ما هي مضمونة ابدا المباراة. اتوقع 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 قدام الساحر فيه في هجمة، في موجة هجوم الآن في فالكري أمام الساحر، احتمال نسبة كبيرة. أوه اثنين بيكا يا ولد، اثنين بيكا اثنين بيكا، يخرب بيت أم القوة يا شيخ، يخرب بيت أم القوة، اثنين بيكا وتجميد. الآن تسلا لعبت، أوكي بنشوف خوينا شكله بيقفل، شكله الآن بيخلي الخصم يتعب ويعاني كثير لين يوصل للبرج اليمين. أتوقع هذا هذا ما في كلام، خاصة بعد ما شاف البطايق اللي مع الخصم ذي. أوكي يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، ما نعرف ايش بيجي الان. اوكي اوكي هذا عشان ما ينضرب الساحر بالقوس، سوى الحركة هذه، حط الفالكري امام الساحر. فنان 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 فنان، لأنه لعب تجميد، لكن الإعصار كان أقوى، الإعصار كان أقوى بهذه اللقطة، لأنه حط كل شيء مع بعض،
حط كل بطايقة مع بعض. هنا بنشوف. اوكي لا والله مشكلة. اعصار اعصار مرة ثانية. اعصار روعة 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 روعة. كان بالاخير مرة منقذ صراحة. المباراة انحسمت من هجمة واحدة. هجمة واحدة، البيكا راح جهة والقوس راح جهة، انحسمت من أول هجمة. هذا ليش؟ بهذه اللعبة لا تعطي فرصة أبدا أبدا، لا تعطي فرصة خاصة للقوس، لأنه لو راحت عليك، لو تأخرت احتمال كبير ما راح تعوض، ما راح تقدر ترجع بالجيم. وبس يعني هذا اللي نقول لكم يعني من الإعصار. والإعصار مرة ثانية، إعصار مرة ثانية. شكل المباراة هذه أقل من اللي سبقت، ما أعرف، بعطيها فرصة بعدين بقول لكم مع السلامة شكلي. أوكي هذا أيضا. اوكي اوكي نشوف نشوف هوك سايكل. شفنا هوك سايكل ضد اكسبو بالقبيله، معركه قبيله. الان بنشوف كيف يتعامل بالساحه، يعني شيء رهيب، شيء رهيب الاكسبو والله، والله شيء رهيب. لو انه الان النتيجه متعادله، لكن بنشوف مباراه بين مدفع و تسلا بشكل اساسي يعني كدفاع. لما اشوف كرة نار على ساحل الثلج ما شفنا. اوكي اوكي ما نعرف. اوكي هذا حل ممتاز بالنسبة للي يلعبون الهوك سايكل. لما اشوف اعصار، طبعا اعصار اكيد، اعصار اكيد. اوكي اوكي كذا عشان حركات تشتيت للقوس فيها ذكاء، لكن هذا فقط من ناحية دفاعية، لكن هجوميا الخصم يعاني 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 بهذه الثواني. والله صراحة يعاني، والله يعاني صراحة، ما قدر يوصل أبدا، نقدر نقول ولا لمسة بالنسبة للخنزير. كيف إعصار تسلا، تسلا جت. أوكي كرة نار، مفروض ترمي الجذع يا ولد، تخلص من الساحر. مفروض 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 انه رامي الجذع على الساحر، هذا المفروض. اوكي بدري بدري. هنا بنشوف اعصار كالعادة، نفس الروتين نفس الإفادة. يا سادة هنا الفارسة وينها الفارسة؟ اوف 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 والله جابه، والله جابه ال 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 تشكيلة الهوك سايكل الآن في السدارة. اوكي والله صراحة ذيبان ذيبان هذا الهوك سايكل. اوه حركة رهيبة، حركة رهيبة، حركة فنانة، حركة فنانة. مدير الفارسة وين الفارسة؟ جالسة تنظف، الفارسة جالسة تقشر بصل بالزاوية. اوكي 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 هنا بنشوف صار مثلا. اها ما مسك. شوف كيف رميات كرة النار كذا بين بين البرج وبين القوس. فن فن فن، ناس لعيبة، ناس فنانة، ناس فنانة، فنانين فنانين والله. الفارسة ايوه اخيرا تذكرت الفارسة في جيم خطير يحتاج يحتاج تحتاج تحتاج تفاهم. اخيرا اخيرا تذكرت الفارسة. الصراحة مباراة روعة، مباراة روعة، ما توقعت صاحب ال او ما عنده اكسير لتسلا. اوف اخيرا حطه باخر. والله صراحة حق ال هوك سايكل هذا غير عجب، هذا هوك سايكل اصلي. شوف كيف خلاص خلاص الان بيحرك.
فنان فنان، هوك سايكل فنان. اوكي، شكرا فيصل، قفل. الى اللقاء، انتهينا من هذه الفقرة، اتمنى تكونوا استمتعتوا ان شاء الله.